صلاح الفرزيت وحطاب بوقرة، شفت النوبة المسلسل ولا الجزء الثاني؟ شفت مرة كلمني سي محمود نتاع نسمة، قال لي راهو يحب يستأذنك سي عبد الحميد، قالوا لي روح براني. قلت له ما يسالش خليه عنداش، مشكل مثلا ربعين وخليه يختم روحه. بعد كلمني هو، قلت له سي عبد الحميد اختم روحك نورمال، ما ثماش حتى مشكل راهو، ثاني هراك على براني. قعدت نتبع فيه حتى جابوا واحد معاق حطوا له، قالوا لي روح براني، قاموا سوليت نضحك. مش عندك بلاصه في النوبة في المسلسل؟ والله كانت في الاول هي، ما من بعدها ماعادش. هذايا كي ما عيطولوش في الاول ما يحبش يمشي. بينك وبين روحك كنت تحب تكون موجود؟ لكن من الاول عيط لي نمشي. ما عبد الحميد قال النوبة اثنين اخر نوبة، ما عادش عنده. قلت لك لا، هذاك عبد الحميد ولد خويا لطفي ينشد بوه يعرف، ويعرفني يعرف العطاب بقرة ويعرف. شو قلت لي؟ لا يا اخي شكون يحكم في المسلسل؟ لا يا ولدي هاني نقول لك انا يا عبد الحميد، قل لطفي راهو عم حطاب وقرة قال لك النوبة ثلاثة حاضرة. شو كتبت السيناريو؟ مكتوبة حاضر باش. شو عندك سيناريو متاع في النوبة ثلاثة باش تجي بحرية، أول رقصة في الدنيا وأحسن رقصة. عملت شخصيات زادة؟ هي هذيك أصل النوبة بحرية. شو رأيك في المسلسل متاع النوبة؟ طيارة. ذكرك بك الجو متاع زمان؟ بالطبيعة. يا خلك عمل رديء يا ولدي، تبدو لنا ما فهمت شيء أنا تو. الرداء للرداء، الرديء اللي تاع 10 مرات في الاسمردوني.